بخطى متثاقلة يتجول أحمد في أسواق مدينة إدلب بحثاً عن السلع بأسعار تناسب دخله. أحمد كغيره من العائلات السورية التي لجأت إلى تقليص نفقاتها بالحد الأدنى من المتطلبات المعيشية بسبب الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها عليهم. كيلو الكوسة اليوم ب20، الخيار ب6-7 ليرات، أزاك اشتري اللي عنده عائلة كبيرة، كل ما نعى أسوأ، كل ما نعى أسوأ، كل شهر عم يجيك أسوأ من الثاني. رمضان مضى كان فيه شوي بهجة، لا مضى البهجة طويل على الفقر. 80% من سكان مدينة إدلب في شمال سوريا يعيشون تحت خط الفقر وسط ارتفاع لأسعار السلع الاستهلاكية، فيما اعتماد الليرة التركية بدل السورية للتداول لم يحقق استقرارا في أسعار السلع التي ترتفع كلما تراجعت قيمة صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي. عم ندين الأكل دين حتى نأمن قوت يومنا. يعني أنا عندي مثلا 6 أولاد وواحد ببيت، والبيت يعني أجار، فكيف بدي أوافق بين الأجار وبين مصروف عائلتي؟ مصروف شغل ما في، أعمال ما في، والله في غلاء. يعني من بارحة لليوم في السعر أفرق، في غلاء. ليش السبب ما بعرف. يحموا هالناس الدراويش المواطنين اللي هني مسؤولين منهم، عرفت شلون؟ أنا مسؤوليتي منك، أنت قائم على البلد. المعارضة السورية أكدت وجود فرق رقابة على الأسواق ضمن مناطق سيطرتها لضبط الحركة التجارية والتأكد من سلامة تداول السلع وفق معايير السلامة المطلوبة. يجب التحكم أصلاً بأسعار الجملة، لأن الغلاء الأسعار يبدأ من أسعار الجملة ثم يلحقه المفرق. يعني أسواق الأسواق الرئيسية، مراكز رئيسية بيع الخضار والفواكه، مراكز بيع اللحوم، مراكز التي توزع الألبسة بالجملة، هذه يجب مراقبتها وتحكم بأسعارها ومنعها من رفع الأسعار. وسط هذه الأزمة الاقتصادية وما بين عين ترقب الزبائن وأخرى ترقب ارتفاع الأسعار، تراجعت بعض العادات السورية التي كانت سائدة خلال شهر رمضان كاجتماع العائلات على مائدة واحدة. يحاول السوريون شمال البلاد التمسك بالعادات الرمضانية قدر استطاعتهم، لكن الظروف الراهنة أجبرتهم على التخلي عن الكثير منها. وعلى غير المعتاد تكاد الأسواق والمراكز التجارية في مدينة إدلب تخلو من الزبائن رغم اكتظاظها المعتاد في مثل هذه الأيام. يمان السيد، الحرة، محافظة إدلب.